والله عاد خالتي أنا كيفي أعزم اللي عزمه بكيفي. لا حبيبتي مو بكيفك. أقول يا بعد عمري ترى البيت اللي أنت عايشة فيه بيتي أنا، ومرة ثانية لما تبي تسوين شيء تستشيريني. سمعت؟ سمعت أمك شو تقول؟ البيت بيتها وما يصير أحد يعزم أي أحد إلا بشورها. أقول لا تقوليني شيء أنا ما قلته. مرة ثانية لما تبي تعزمين رفيجاتك أعطيني خبر على الأقل علشان ألبس أكشخ قدامهم، مو أدش من الباب وأنا رادة من سوق الخضرة وأتفاجأ فيهم. بس بس خلاص زهقتوني عيشتي، أنا طالع. إذا خلصت تدقوا علي عشان أرد وأخلي. أحسن يلا كب عادل. أنت بعد الحاج كب يلا. عادل عادل استغفر الله. نعم سلامتك خالتي، أروح داري أبرك. أحسن روحي، أنا ما أقول إلا لا بارك الله فيك ولا في الساعة اللي خدتك حق ولدي. أوف.